سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب منهاج العابدين إلى جنات رب العالمين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى. وكان آخر ما تحدثنا عنه عائق الشيطان، وكان الشيخ قال أن من يريد التغلب على هذا العائق الشيطاني عليه أن يعرف ثلاثة فصول. الفصل الأول الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر. الفصل الثاني الفرق بين خاطر شر ابتدائي أو شيطاني أو هوائي، وبماذا نفرق بين هذه جميعا حيث يدفع كل واحد منها بنوع مختلف. الفصل الثالث الفرق بين خاطر خير ابتدائي وإلهامي أو شيطاني أو هوائي. أفكر حضراتكم برضو بالكلام اللي بنى عليه الشيخ هذا الكلام كله لما قال إنه الخواطر التي ترد على ذهن الإنسان في غاية الأهمية، وإن الإنسان عليه أن يراقب هذه الخواطر، وقسم هذه الخواطر إلى أربعة أقسام. قال منها ما يحدثه الله تعالى في القلب ابتداء فيقال له الخاطر فقط، يعني فكرة أو شعور وإحساس يأتي للإنسان ابتداء بلا سبب معلوم، ده قسم. وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان فيقال له هوى النفس وينسب إليها، يعني جات لك فكرة موافقة لمرادك، أنت بتحب تعمل حاجة معينة فجات لك فكرة مؤكدة لمحبتك دي أو مؤكدة لكراهيتك، فهذا هوى نفس، النفس تدعوك إلى ما اعتادت عليه، فهذا خاطر نفساني. وقسم يحدثه عقيب دعوة الملهم فينسب إليه، الملهم اللي هو الملك الموكل بالإنسان أو في ملاك كما قال الشيخ قبل ذلك، هو الذي يلهم الإنسان بالخير. وقسم يحدثه عقيب دعوة الشيطان ويقال له الوسوسة وتنسب إليه أيضا، فيقال خواطر شيطانية أو خواطر الشيطان. طيب، وبعدين الشيخ قال إن الخاطر الابتدائي هذا قد يكون بخير وقد يكون بشر. فالخاطر الأول الذي يحصل في القلب بلا سبب نحن سميناه الخاطر الابتدائي، هذا قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وهذا يحدثه الله عز وجل في قلب العبد ابتلاء أو إقامة للحجة. الخاطر الذي يكون من قبل الملهم يعني الملك لا يكون إلا خيرا، الخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا شرا، الذي يكون من قبل هوى النفس يكون في العادة أيضا شرا. طيب، فكيف نفرق بين هذه الخواطر جميعا؟ احنا فرقنا المرة اللي فاتت واتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرق بين خاطر الخير وخاطر الشر في الجملة، ازاي نعرف ما يدعو الى خير بغض النظر عن مصدره بقى، لانه الابتدائي قد يكون خيرا و
الذي هو بإلهام من الملك قد يكون خيرا. والنفس إذا تزكت تكون خواطرها أيضا خيرا. فكيف نفرق بين خاطر الخير والشر أيا كان المصدر بغض النظر عن المصدر؟ الشيخ أعطانا المرة اللي فاتت مجموعة من الموازين، وقال من هذه الموازين أن نعرض هذا الخاطر على الشرع، فما وافقه فهو خير وما لا يوافقه فهو شر. طيب ما عرفش هو بيوافق ولا بيخالف، أقول لك طيب شوف الصالحين لو مكانك هيعملوا إيه، الصالحين في العادة بيعملوا إيه، فما يفعله الصالحون فهو خير وما يتركه الصالحون فهو شر. هتقول لي والله أنا المحيط بتاعي مفيهوش صالحين، معرفش صالحين، فاعرضه على النفس والهوى. اعرضه على ماذا؟ على النفس والهوى. فإن كان مما تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية وترهيب فاعلم أنه خير. يعني إذا كانت نفسك تنفر منه بطبعها فهو خير، النفس في العادة لا تأمر بخير. وإن كان مما تميل إليه النفس ميل طبع وجبلة لا ميل رجاء إلى الله تعالى وترغيب فهو شر، إذ النفس أمارة بالسوء لا تميل لأصلها إلى خير. يعني شوف نفسك بتقول لك إيه واعمل العكس. يبقى هذه هي الموازين الثلاثة التي في الجملة بصفة عامة كده نفرق بين ما يأتينا من أفكار وهل هي خير أو هل هي شر. نعرضها على الشرع، نشوف الصالحين بيتصرفوا إزاي، ثم نشوف إذا معرفناش لا ده ولا ده نعرضها ونشوف نفسنا بتميل لإيه ونعمل العكس. طيب اليوم هنتكلم على الأمر الثاني، وهو الفرق بين خاطر شر ابتدائي أو شيطاني أو هوائي. إحنا قلنا الخاطر الابتدائي هو الخاطر الذي يأتي ابتداء بلا سبب، الشيطاني هو الذي يكون سببه الشيطان، الهوائي هو الذي يكون من النفس. كيف نفرق بين الخاطر الشيطاني والخاطر النفساني والخاطر الابتدائي الذي يأمرني بشر فيكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ كيف نفرق بين هذه الثلاث؟ قال الشيخ: وأما الفصل الثاني فقال علماؤنا: إذا أردت أن تفرق بين خاطر شر يكون من قبل الشيطان وبين خاطر شر يكون من قبل هوى النفس أو من الله ابتداء فانظر فيه من ثلاثة أوجه. أحدها إن وجدته مصمما راتبا على حالة واحدة فهو من الله تعالى أو من هوى النفس، وإن وجدته مترددا مضطربا فاعلم أنه من الشيطان. اللي بيحصل إيه؟ إن النفس في العادة، النفس في العادة يبقى ليها زي ما بيقول كده نقطة ضعف، وبتركز على حاجة معينة، بتطلب دايما حاجة معينة، معصية معينة دايما النفس ضعيفة أمامها، فعل معين، سلوك معين، قول معين، اللي هي بيسموها مساحة الأمان، اللي النفس دايما تحب تكرر حاجات معينة عشان يشعر الشخص بالأمان. فإذا وجدت الخاطر الذي يأتيك هذا بشر، شيء أنت بتعمله باستمرار، فقد يكون بلاء من الله سبحانه وتعالى وقد يكون من هوى النفس. طيب إن وجدته مترددا مضطربا، يعني يدعوك بالشيء، يعني حاجة أنت معينة عايزك تعملها أو الخاطر ده تعملها ومر يبقى لك رغبة فيها، أحيانا أحب ما بقاش لك رغبة فيها، شوية تبقى مقبل على الحاجة دي وشوية ما تبقاش مقبل عليها، وشوية تبقى مقبل عليها وشوية تبقى مقبل على عكسها،
فاعلم أنه من الشيطان. طبعا التفرقة دي تفرقة نقدر نقول كده يعني إن صح التعبير تفرقة فنية، يعني للناس اللي بتحب تدقق. لكن الشيطان من عادته إن هو يركب فوق أي موجة، زي ما بنقول كده بلغة الفيسبوك يركب الترند. يعني هو شايف حضرتك مثلا ضعيف أمام مثلا أولادك أو زوجتك أو شغلك أو الفلوس أو النساء أو الرجال أو أي حاجة، يعني هو شايفك ضعيف أساس كده، خلاص هو هيساعدك على كده. يعني هو شعاره أي حاجة تغضب ربنا إحنا معاها وبنأيدها. فهو أنت إذا كنت نفسك ضعيفة في حاجة هتلاقي الشيطان أيضا بإيه؟ بيحثك على هذا، فيبقى الشيطان ونفسك اجتمعوا أيضا عليك. طيب يبقى إن وجدته مصمما على حالة واحدة بيأمرك دائما بفعل معين باستمرار، يبقى ده النفس. حاجة محددة كده تجيلك كل فترة أو تجيلك وعكسها، أو مجرد حاجات كده ما بتجيلكش باستمرار، يبقى ده من الشيطان. وكان بعض العارفين رحمه الله يقول: مثل هوى النفس مثل النمر إذا حارب. النمر إذا حارب، مال النمر؟ إحنا طبعا ما نعرفش، إحنا عمرنا ما شفنا نمر بيحارب، بس الناس اللي عارفين عالم الحيوان بيقدروا إيه؟ بيقدروا يمثلوا بهذه الأمثلة. فالنمر إذا حارب ماله؟ قال لك: لا ينصرف إلا بقمع بالغ وقهر ظاهر، أو مثل الخارجي الذي يقاتل تدينا لا يكاد يرجع حتى يقتل. يعني شوف انت كده، واحد بيقتل تدين، يعني القتل بالنسبة له، قتل الناس او انه يقتل، ده بالنسبة له دين. فشوف بيبقى بأسه في القتال عامل ازاي. فالنفس كده، النفس كالنمر، لازم هتاخد منك حاجة، أو مثل هذا الإرهابي أو الخارجي هذا الذي يقاتل تدينا. ومثل الشيطان مثل الذئب، إذا طردته من جانب دخل من جانب آخر، زي القطة مثلا كده، لما يكون في أكل هتطردها تروح جارية، بعد شوية تلاقيها جت وقفت لك تاني. الذئب لو أنت عندك غنم تطرده من الناحية ديت يروح ماشي يجري خايف، وبعد شوية تلاقيه يجي لك من الناحية التانية. فالشيطان مثل الذئب، والنفس مثل الإيه؟ مثل النمر. طبعا ده معناه إنه النفس أشد علينا من الشيطان، عشان كده ناس كتير قوي بتقعد تقول يعني إذا سلسلة الشياطين في رمضان، فلماذا يعصى الله سبحانه وتعالى في رمضان؟ أو لماذا نجد الناس بتعصي الله في رمضان؟ نفسك ما زالت موجودة، نفسك ما زالت موجودة، فما راحتش في حتة يعني، وهي أشد عليك من الشيطان. طيب يبقى ده الوجه الأول اللي هيخلينا نميز بين هوى النفس أو الخاطر الابتدائي الذي يكون من الله على سبيل البلاء، أو هوى أو خاطر الشيطان. الحاجة الثانية قال: وثانيها إذا وجدته عقيب ذنب أحدثته فهو من الله تعالى إهانة وعقوبة بشؤم ذلك الذنب. يعني أنت أذنبت، وبعدين اللي حصل إنه جالك خاطر لتكرار الذنب أو لفعل ذنب آخر، فهذا قال من الله تعالى إهانة وعقوبة بشؤم ذلك الذنب. عشان كده العلماء قالوا إنه من عقوبة المعصية المعصية بعدها. إنه يا إخوانا الطاعة تكون بتوفيق من الله، طب المعصية بتكون بخذلان من الله. يعني أي نعم العبد مختار يختار الطاعة أو يختار المعصية، لكن أيضا الله يوفق والله يخذل. عشان كده بعض أهل العلم قالوا على أهل المعاصي: هانوا على الله ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني لو أنت عزيز على الله سبحانه وتعالى
لا عصمك الله من المعصية. طيب، فإذا إذا أحدثت ذنبا أو وجدت خاطرا بعد ذنب، خاطر شر بعد ذنب، يعرف إنه من عقوبة الذنب اللي أنت لسه عامله. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال شيخي الإمام رحمه الله: هكذا تؤدي الذنوب إلى قسوة القلب، أولها خاطر ثم تؤدي إلى القسوة والرين. يبقى أول الذنوب إيه؟ خاطر، ثم الإنسان يستجيب لهذا الخاطر، ثم الاستجابة تولد معصية، ثم يستجيب للخاطر مرة أخرى فتولد معصية، وهكذا تتوالى المعاصي على القلب حتى يسود. كلا بل ران على قلوبهم. فالقلب بيشبه في السنة النبوية بالشيء الأبيض الذي إذا وضعت فيه نكتة سوداء اسود بمقدار النكتة. طب نكتة كمان، نكتة كمان، نكتة كمان، فالذنب بجوار الذنب، الذنب نكتة بجوار نكتة بجوار نكتة بجوار نكتة، توصل تلاقي الورقة البيضاء تحولت إلى سوداء. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. أول الحديث: نعم، تعرض الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني إيه؟ الفتن هتجيلك كده حاجة بعد حاجة، حتة بعد حتة، شوية بعد شوية، تطلع من فتنة تدخل في فتنة. طيب إحنا بقى كمشاهدين وعايشين لها في هذه الفتن، استجابتنا لهذه الفتن مختلفة. ففي ناس هتستجيب وتمشي مع الموجة، وفي ناس هتقول: لا، إني أخاف الله رب العالمين. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين. يعني حتى يتمايز الناس، فتصير قلوب الناس قسمين: قلب أسود مرباد، أسود شديد السواد، لأنك لا يكون القلب شديد السواد إلا إذا الواحد حط النكتة السوداء ولم يتب، استمر 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 من غير توبة، من غير ما استغفار، وبقى كل لما خاطر الشيطان يجيله يستجيب له. قلب أسود مرباد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض مثل الصفا. قلب أبيض مثل الصفا، حاجة كده بياض ناصع. طيب كيف تنقسم القلوب إلى قلب أبيض وإلى قلب أسود؟ بالاستجابة للفتن، بالاستجابة للخواطر. علشان كده أول طريق لإصلاح النفس هو مراقبة الأفكار، والذي يفسد علينا حياتنا وعلاقتنا بالله وعلاقتنا بمن حولنا هو أفكارنا. لذلك إحنا أمرنا بحسن الظن، وأمرنا بإن إحنا يعني لا نحمل في قلوبنا غلا ولا حقدا لأحد، أمرنا إن إحنا نكون غير متكلفين. كل ده يدل على ايه؟ طيبة القلب والعفوية اللي عند الإنسان. لما تلاقي واحد كده بيتكلف في المعاملة أو بيسيء الظن، يبقى فيه مشكلة لازم تتصلح. يبقى إذا إن وجدنا عاقب الذنب خاطر فيدعونا إلى تكرار الذنب أو إلى ذنب آخر، فهو من الله إهانة وعقوبة. قال شيخ الإمام رحمه الله: هكذا تؤدي الذنوب إلى قسوة القلب، أولها خاطر ثم تؤدي إلى القسوة والرين. يعني تبدأ العملية بالراحة. ما هو الجماعة المهندسين عارفين، وحضراتكم كلكم عارفين اللي احنا درسناه في الهندسة زمان، إنك
لو في عندك خط مستقيم وبعدين بتخرج منه بس انحراف نص سنتي، مد بقى الخط اللي انحرف عنه ده 10 سنتي، 20 سنتي، متر، 2 متر، 5 متر، بقوا خطين ماشيين في اتجاهين مختلفين تماما. عشان كده كتير من الناس، يعني احنا سبحان الله في عندنا غرور، في عندنا غرور، بنظن ان احنا معصومين. لا، احنا ما نعملش كده. على فكرة كل انسان انغمس في المعاصي ما كانش يظن انه يعمل كده. محدش اتولد مجرم، محدش اتولد عاصي، كلهم هتلاقيهم في صغرهم كانوا بيصلوا وكانوا حلوين وبتاع، لكن لما بدأ الانسان ينحرف ما انتبهش لهذا الانحراف. ولو انتبه بعد شوية هيبقى رجوعه زي الاول صعب، هياخد وقت ومجهود وهيبقى ضيع وقت كتير من حياته. فلذلك كل انحراف ولو بسيط لازم الواحد يبقى رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والقول لا يصدر من الإنسان إلا بعد التفكير، السلوك الفعل لا يصدر إلا بعد التفكير. فخواطري، معركتي الحقيقية هي مع أفكاري. إذا استطعنا ونجحنا في إن إحنا نخلي أفكارنا كلها في إطار محبة الله ومحبة الخلق، في إطار حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، يبقى أنا نجحت. بغض النظر بقى الناس هتشوفني إزاي، الناس هتقول عليا إيه، كل ده ما يهمنيش. الناس تتفلق، هو أنا بعامل الناس أو بعبد الناس؟ أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، أعمل ما ينبغي أن يكون، ثم بعد ذلك أنا معاملتي مع الله سبحانه وتعالى. فالناس اللي انحرفوا بنقول لحضراتكم بدأت العملية معهم بانحراف بسيط ثم صارت قلوبهم سوداء والعياذ بالله. قال: وإن كان هذا الخاطر مبتدأ لا عقيب ذنب كان منك، يعني أنت قاعد في أمان الله، لسه حاضر الدرس، لسه مخلص وردك مثلا، أو أنت لسه واكل وشارب، يعني ما عملتش معصية، سواء كنت قبلها بتعمل طاعة أو بتعمل عمل مباح، وبعدين جه على دماغك خاطر معصية. طيب، قال: وإن كان هذا الخاطر مبتدأ لا عقيب ذنب كان منك، فاعلم أنه من الشيطان. فجأة كده تطلع في دماغك فكرة، افعل كذا أو ما تعملش كذا، أو روح انكش فلان، يعني وانت قاعد كده ايه الملل ده، اما اتضايق حد، فاعلم انه من قبل الشيطان. هذا في الاكثر، لانه يبتدئ بدعوة الشر ويطلب الاغواء بكل حال. طيب، اذا الان قلنا كيف نفرق بين خاطر الشر الذي يكون من الشيطان وبين الذي يكون من هوى النفس او من الله ابتداء. قلنا واحد، اذا كان الشيطان بيصمم، أو إذا كان الخاطر لتصميم على فعل معين بيتكرر، نقطة ضعف عندي بتتكرر، يبقى من النفس. إذا كان في اضطراب دعوة للشيء وعكسه، أو دعوة للشيء أحيانا وعدم دعوة له أحيانا، يبقى من الشيطان. طيب، قلنا إن جاء هذا الخاطر عقب ذنب فهو من الله إهانة، وإن لم يأتي عقب ذنب فهو من الإيه؟ من الشيطان. وثالثها: إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله. يعني كتير من الناس يقول لك: يا شيخ أنا بقول الأوراد، بقعد أستعيذ بالله من الشيطان، لكن برضو محبتي للمعصية ما بتزلش، ما زلت ضعيف أمام المعصية، قلبي مش مقبل على الله. إن وجدته لا يضعف ولا يقل بذكر الله تعالى ولا يزول فهو من الهوى. شوفوا، احنا بنأكد على حضراتكم الكلام اللي احنا بنقرأه، بيأكد على حضراتكم نفس المعنى اللي احنا بنقوله، وهو ان النفس اخطر على الانسان من الشيطان. الشيطان ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان ضعيف. المشكلة الكبرى فين؟ في النفس. دي المعركة الحقيقية، إن الواحد يروض نفسه. الشيطان هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتذكر بالله، هيخنس كما قال إن ربنا سبحانه وتعالى، لكن نفسك هتوديها فين؟
مش هتسيبك إلا بالموت، هتوديها فين؟ فلذلك قال: فهو من الهوى، وإن وجدته يضعف ويقل بذكر الله تعالى فهو من الشيطان، كما ذكر في تفسير قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، أن الشيطان داثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. يبقى الشيطان قاعد لك متربص جاي لك، أنت قلبك فيه ذكر لله عز وجل، يبقى هو بعيد عنك. أول ما بس كده تغفل هيوسوس على طول، زي بالضبط ما تكون ساكن في البيت كل يوم بتقفل الشبابيك، جيت في يوم وفي حرامي متربص ليه، جيت في يوم نسيت تقفل الشباك هيدخل، دي فرصته. طيب إذن إذا وجدنا أن الخاطر يضعف بالذكر فهو من الشيطان، لا يضعف بالذكر فهو من هوى النفس. طيب بهذه الأمور الثلاثة نستطيع أن نميز بين الخاطر الشرير إذا جاءنا من الشيطان، أو إذا جاءنا من النفس، أو إذا جاءنا ابتداء من الله سبحانه وتعالى على سبيل البلاء. وأما الفصل الثالث، إذا أردت أن تفرق بين خاطر خير يكون من الله تعالى أو من الملك، فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه. إحنا قلنا إن خاطر الخير قد يكون ابتداء من الله أيضا، الخاطر الذي يأتي ابتداء بلا سبب معلوم هذا قد يكون خيرا وقد يكون شرا، يكون خيرا أو شرا وكلاهما من الله تعالى، من الله تعالى ابتداء أو اختبارا أو معونة وتوفيقا. فكيف نفرق بين هذا الخاطر الإلهي والخاطر الذي يأتي من الملك؟ وكلاهما من الله، لكن واحد من الله مباشرة بلا واسطة الملك، واحد بواسطة الملك. قال: فانظر في ذلك من ثلاثة أوجه، أحدها أن تنظر فإن كان قويا مصمما فهو من الله، وإن كان مترددا فهو من الملك، إذ هو بمنزلة ناصح يدخل معك من كل جانب ووجه ويعرض عليك كل نصح رجاء إجابتك ورغبتك في الخير. إذا لقيت في نفسك رغبة شديدة في فعل خير معين، فجأة كده قمت من النوم وعندك رغبة شديدة أنك تصلي النهاردة قيام ليل، رغبة شديدة النهاردة هراجع صورة، رغبة شديدة النهاردة هتصدق، رغبة شديدة النهاردة هصالح حد أنا مزعله، رغبة شديدة إني هتصل بحد بقالي كتير ما اتصلتش بيه، رغبة شديدة إني كذا، كلها حاجات خير ورغبة قوية، يبقى ده من الله سبحانه وتعالى. طيب رغبة لكن مش قوية، يعني فيها تردد بعض الشيء، فهذه من الملك. والثاني إن كان عقيب اجتهاد منك وطاعة فهو من الله، برضو زي ما قلنا إنه من عقوبة المعصية المعصية بعدها، كذلك من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، إنك بعد الحسنة توفق لفعل خير آخر، والخير يجر خير والخير يجر خير وهكذا، زي ما الشر بيجر شر الخير بيجر خير. يعني انت مثلا لو نويت تحضر درس علم، لو نويت تحضر مجلس ذكر، لو نويت تتصدق، لو نويت تصلي في المسجد، هتبص تلاقي مثلا بتروح المسجد بتبتسم في وش الناس، بتسلم على الناس، فانت رغبتك في الخير ولدت ايه خيرات اخرى. طيب يبقى إن كان عقيب اجتهاد منك وطاعة فهو من الله تعالى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
والذين اهتدوا زادهم هدى. زادهم هدى، يبقى انت خدت الخطوة وربنا سبحانه وتعالى أمدك بمدد من عنده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب، وإن كان مبتدأ فهو من الملك في الأغلب. يبقى كيف نفرق بين خاطر الخير عندما يكون من الله أو عندما يكون من الملك؟ الأول قلنا إن كان مصمما قويا فهو من الله، وإن كان غير ذلك فهو من الملك. إن كان عقب طاعة فهو من الله، إن كان ابتداء بلا طاعة سابقة فهو من الملك في الأغلب. الثالث الذي به نفرق بين الأمرين، قال إن كان في الأصول والأعمال الباطنة فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان في الفروع والأعمال الظاهرة فهو من الملك في الأكثر، إذ الملك لا سبيل له إلى معرفة باطن العبد في قول أكثرهم. يبقى ما يجي لك خاطر كده يقول لك يا أخي أنت مالك شايف نفسك كده ليه؟ مثلا يا أخي أنت تواضع للناس، يا أخي بلاش عجب، يا أخي بلاش حقد، يا أخي بلاش حسد، أنت كلنا مسيرنا للتراب، لما حاجات كده تتعلق بأعمال الباطن، أعمال القلوب. أخدت إيه من الناس؟ يعمل لله كفاية رياء، وهكذا. يبقى هذا الخاطر يكون من الله سبحانه وتعالى لاطلاع الله تعالى على ما في قلوب العباد. طيب، إذا كان يتعلق بالأعمال الجوارح، قم صلي، ابتسم لأخيك، صالح اللي انت مخصمه، مش عارف حاجات تتعلق بإيه، بأعمال، اظبطي تحجيبتك، ما تلبسيش ضيق، ما تقولش كلمة وحشة، قول الطيب للناس، ما تضربش حد، ما تشتمش حد كده، كلها متعلقة بإيه، بالجوارح. يبقى هذا من الإيه، من الملك في الغالب. يبقى هذه هي الأمور الثلاثة التي يدلنا عليها الشيخ، أو التي بها نفرق بين خاطر الخير من الملك أو من الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وأما خاطر الخير الذي يكون من قبل الشيطان استدراجا إلى شر يربو عليه. خد بالك بقى معايا، احنا قلنا قبل كده الشيطان قد يدعوك إلى خير، قد يدعوك إلى إيه؟ إلى خير. طبعا العبد الناصح هيقول هو من إمتى الحداية بتحدف كتاكيت؟ يعني هي الحداية تحدف كتاكيت يا جدعان؟ لا طبعا. طيب، فالشيطان الآن لما يجي يدعو، لما يجي يدعو إلى خير، يبقى أكيد له أغراض، يبقى أكيد له إيه؟ له أغراض. الأغراض غالبا بتكون إنه يحثك على خير عائده قليل، لكنه سيجرك هذا الخير إلى شر. فلقد قال شيخنا رحمه الله انظر إن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر بقلبك مع نشاط لا مع خشية، ومع عجلة لا مع تأن، ومع أمن لا مع خوف، ومع عمن عن العاقبة لا مع بصيرة، فاعلم أنه من الشيطان فاجتنب. يا سلام، عشان كده بقول لكم والله مش هتجدوا التحليل ده ولا الغوص في أعماق النفس البشرية لهذا الشك إلا عند الصوفية، ولو لم تكن هذه إلا منقبة عظيمة للصوفية لكفاهم والله. لا أحد في علماء الإسلام ولا علماء الدنيا كلها غاص في النفس البشرية بهذا الشكل، على ألاعيب النفس والشيطان بهذا الشكل. طيب، إزاي بقى تاني كده؟ يقول لك إن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر مع نشاط، أنت إيه؟ قوم اعمل، يلا قوم اعمل. الشيطان بطبيعته العجلة،
يعني طبيعة الشيطان العجلة، يعمل بسرعة. طيب، فأنت نشاط من مع لا خشية. طب هل النشاط والخشية يتعارضوا؟ لا، ما يتعارضوش، لكن النشاط في الغالب بيكون من غير روية، من غير تأني. فتجديد النية، تذكر الله، عدم الغفلة عن الله، بيتوه في النص الحاجات دي كلها، المعاني دي كلها ما بنأكدش عليها. ومع عجلة لا مع تأن، ومع أمن لا خوف. المؤمن من طبيعته إنه بيعمل العمل وهو خايف. خايف من إيه؟ من عدم القبول. طيب إذا كان من الشيطان إيه اللي هيحصل؟ أنت بتعمل خير وأنت بطنك بطيخة صيفي. آمن. يبقى حضراتكم الآن تقدروا بقى تميزوا وتعرفوا لما واحد يعمل طاعة ويبقى بيتباهى بيها. ها، بيتباهى بيها وكأنه واثق إنها ستقبل، تعرف إن الوز على هذه الطاعة هو الشيطان عشان يجر إلى معصية أكبر. يبقى مع أمن لا مع خوف. المؤمن في العادة بيداري أعماله الصالحة. المؤمن في العادة ما بيحبش يشهر أعماله الصالحة. المؤمن في العادة لا يدري هل هو مقبول أو غير مقبول. صاحبنا التاني، لا ده أنا جامد جدا، ده أنا كل سنة بعمل 3 4 عمرات مثلا، ده أنا في رمضان بعمل شادر قد كده وبذبح فيه قد كده، ده أنا باني جامع، ده أنا عامل مدرسة، ده أنا مش عارف قد كده. فتلاقي الواحد، أو إحنا حتى الغلابة، الواحد فينا لما يتبرع بجنيه ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه يحس إن هو يعني إيه، عمل حاجة، عمل عظيم يعني، كأنه قبل، يعني كأنه ضمن القبول. ومع عمل عن البصيرة لا مع بصيرة، فقه المآلات. يعني أنا الآن بعمل عمل الخير وبعدين بفكر وماذا بعد؟ مش بس بفكر تحت رجلي وأنا بتصرف دلوقتي، لا، ها، وماذا بعد؟ فالمؤمن يفكر في العواقب اللي الشيطان بيحركه، الفكرة اللي تفط في دماغه يعملها وبعدين يفاجأ انه خرب الدنيا، زعل الناس منه، قال كلمة غلط ما كانش يقصدها، مش عارف كده. المؤمن يفكر في العواقب. قال فاعلم انه من الشيطان فاجتنب، وان وجدت نفسك على ضد ذلك مع خشية لا مع نشاط، ومع تأن لا مع عجلة، ومع خوف لا أمن، ومع بصيرة للعاقبة لا مع عمن، عن العاقبة يعني، فاعلم أنه من الله تعالى أو منك. يعني ببساطة كده، إذا كان الحث على الخير في خطة متكاملة، يعني أنت عارف هتعمل إيه وهيأدي إيه، مش هوجة هي يلا وما نش عارفين رايحين فين. يبقى إذا فاعلم أنه من الله تعالى لا من الملك. قلت أنا وكأن النشاط خفة في الإنسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب ينشطه في ذلك. طيب النشاط هنا مش مصدره علو الهمة، لا، لأن النشاط اللي مصدره علو الهمة وطلب الثواب والمبادرة إلى الخير والمسارعة للخير مش ده المراد، لكن النشاط هنا خفة ما فيهاش فكرة إنه أنا أريد أن أحصل الثواب، أريد أن أطيع الله، أريد أن أسارع إلى الخيرات كما أمرني الله، لا ده مش موجود. هو نشاط لا ذكر فيه لهذه المعاني. وأما التأني فمحمود إلا في مواضع معدودة. الأصل في التأني إنه محمود، والتأني حاجة والبرود حاجة. التأني حاجة وإنك تبقى ما بتعملش الحاجة في وقتها أو بالطريقة الملائمة حاجة. التأني دي حاجة صحية، عدم كده الكسل البرود الحاجات دي، لا دي صفات ينبغي على الإنسان أن يتعود على خلافها، ويمكن الإنسان أن يتعود على خلافها. قال وأما التأني فمحمود إلا في مواضع معدودة، وذكر في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلة من الشيطان إلا في 5 مواضع. ليه العجلة في الغالب بتكون من الشيطان والتأني في الغالب بيكون محمود؟ ليه؟ لأن التأني يا أخوانا بيتيح لك أنك تجدد النية،
التأني بيتيح لك إنك تسأل نفسك أنا لماذا أفعل هذا الفعل؟ التأني بيتيح لك فرصة إنك طب يعني وماذا بعد؟ إيه اللي هيترتب على هذا؟ هيبقى حاجة جيدة ولا حاجة سيئة؟ التأني بيتيح ليك كل هذا. طيب، قال العجلة من الشيطان إلا في 5 مواضع. ده مين؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تزويج البكر إذا أدركت، يعني البكر إذا البنت إذا كبرت وصارت صالحة للزواج، مفيش حاجة اسمها هنا تأني، دي بني آدم في حاجة إلى الزواج، وبغير الزواج هيبقى في فتن شيطانية وأفكار ووساوس وتضييع للوقت. ويمكن إحنا في هذا العصر كلنا رجال ونساء أدركنا هذا، يمكن إحنا فاتنا خيرات وبركات العصور اللي كانت البنت فيها والولد فيها تزوج بمجرد البلوغ. الولد بمجرد البلوغ، البنت بمجرد البلوغ، خلاص دي حاجة إنسانية، الزواج حاجة إنسانية زي الأكل والشرب. إحنا بقى عملنا إيه؟ عملنا قيود وشروط وصعبناها على نفسنا وعلى أولادنا، وشرعنا ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، فانفتحت أبواب الحرام وانغلقت أبواب الحلال، وصار أسهل حاجة دلوقتي على الولد أو على البنت فعل الحرام، أسهل حاجة اللي ما بيخافش من ربنا، سهل جدا. تيجي بقى نفس البنت اللي بتعمل حرام ولها جواز تقول لك لا هات لي واعمل لي وتقعد تتشرط. تزويج البكر إذا أدركت، دي عجلة محمودة، يعني ييسر نسهل ما نعقدش الدنيا. الناس مشكلتها ان هي عايزه تتجوز وتضمن انه لازم البنت هتعيش معاه الى نهايه العمر، مين هيضمن؟ فهو يقول لك لازم ايه نضغط عليه ونخليه يجيب ويعمل ويسوي عشان ايه نتاكد انه شاريها. هو يعني يعمل ايه عشان نتاكد انه شاريها؟ يمشي على دماغه مثلا؟ ما هو جه وقال انا عايز اتجوز بنته، نتاكده ازاي اكتر من كده؟ وبعدين مفيش حاجة مضمونة، ممكن يبقى الشخص كويس جدا 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 وبعد سنتين أو ثلاثة قلبه يتغير، القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن قلبه كيف شاء. فمفيش حاجة مضمونة إنك عايز تزوج بنتك أو أنت عايزة تتزوجي وتقولي لا أنا عايز أتجوز واحد وخلاص بقى أعيش معه طول العمر. والله إذا كنا عارفين الغيب فنعمل كده، لكن إحنا مش عارفين الغيب، إحنا لن نسأل إلا على الحاضر، فلا نفكر إلا في الحاضر وفق الشروط الشرعية وفق الأعراف الاجتماعية. الشخص مناسب مناسب، يلا توكلنا على الله. المستقبل بتاع ربنا، اللي هيكون قدام بتاع ربنا مش بتاعي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى إني لا أسألك عن عمل غد فلا تسألني عن رزق غد. إحنا سبحان الله فينا تأله، فينا منازعة لله سبحانه وتعالى في ملكه، عايزين نخطط المستقبل، لا وعايزين المستقبل يبقى على مزاجنا، لا مش نخطط فينا احنا بس، لا لينا ولاولادنا، يعني مفيش جبروت اكتر من كده. تزويج البكر اذا ادركت، وقضاء الدين اذا وجب، جمعاد سداد دينك. هو طبعا الاصل في المسلم انه ما بيدينش، فكره البنوك اللي فتحت كل حاجه يلا تعالى خد واصرف وبعدين سدد، دي خطوه من خطوات الشيطان علشان حضرتك تتعود على انك تصرف ما ليس معك، وتتعود انك تكبر مساحة احتياجاتك. بعد ما كنت ما بتصرفش في البداية غير الحاجات الضرورية، بعد كده تبدأ تقول طب ما اجيب دي وابقى اسدد بعدين زي ما انا متعود، وبعد شوية هتلاقي نفسك مش قادر تسدد، فتلاقي نفسك بتتعامل بالربا والعياذ بالله، فترتكب كبيرة من كبائر الذنوب. تعامل الربا كبيرة من الكبائر، زي الزنا والعياذ بالله، زي شرب الخمر، فمشكلة كبيرة. فالمسلم لا يتدين أبدا. علي ديون، يبقى أكتر هم يبقى شغلني كيف أقضي ديوني، حتى لو هقلل من أكلي وشربي ما نمش الليل لما أقضي ديوني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي على جنازة إذا علم أن صاحبها مديون. فالمسلم ما يدينش، تداين يبقى كل هم قضاء دين حتى يقضي الله عنه. مش قادر أقضي، أطلب مساعدة، يا جماعة أنا مديون أنا غارم. لو حد عنده زكاة، لو إحنا في مجتمع إسلامي طبيعي، يعني
الناس دلوقتي بتنظر للامور دي عنه لا عيب، عيب تاخد زكاة لكن مش عيب تتعامل بالربا، صح؟ وبعدين الزكاة هذه حق، فمش قادر يا جماعة أنا غارم وعايز أسدد ديوني. إذا كان في حد تعرفوه، لو إحنا في مجتمع صحي، لو إحنا في مجتمع صحي، لو في حد تعرفوه يا جماعة عنده زكاة أنا محتاج المبلغ ده عشان أسدد ديوني، ساعتها واجبنا إحنا كلنا كناس بنخاف من ربنا وبنحب ربنا وخايفين على بعض إيه؟ إن كلنا نساعد فلان ده، يلا نسدد ديونه ما يبقاش مديون. لكن صرنا الآن وفق برضه الأعراف الاجتماعية الفاسدة، لك لا أنا ما آخدش زكاة، أو ما ياخدش زكاة ويروح يتعامل بالربا أو يسرق أو يرتشي، ده عادي. شوفوا كيف يتلاعب الشيطان بالناس، شوفوا إزاي الشيطان بيلعب بينا الكورة بهذه الأفعال وبهذه الأفكار. وقضاء الدين إذا وجب، وتجهيز الميت إذا مات، مفيش انتظار، انتظار لدفن الميت، مش لازم نستنى لما البلد كلها تيجي. وقر الضيف إذا نزل، بسرعة الضيف ده جاي، ما تقعدش تستنى ساعتين ثلاثة وبعدين تنزل الشاي وبعد، لا نزل الأكل والشرب على طول، نزل الخير كله على طول. كرم الضيافة الذي كاد أن يختفي أيضا من بيوتنا والعياذ بالله، الناس كلها بقت ممسكة. وقر الضيف إذا الضيف نزل على طول، شوف سيدنا إبراهيم فجاء بعجل حنيف على طول فقربه إليهم قبل ما يعرفوا منين. الضيف ده له حق، مكارم الأخلاق كده. قال والتوبة من الذنب إذا أذنبت، يبقى أيضا ما فيش تأخير في التوبة، التوبة عقب الذنب واجبة، وتأخير التوبة ذنب، فيبقى حضرتك الآن ينبغي أنك إذا أذنبت تبادر مباشرة إلى التوبة. إذا نرجع للموضوع بتاعنا، وهو أن الأصل أن التأني محمود، والأصل أن التسرع مذموم، العجلة من الشيطان. قال وأما الخوف فيحتمل، لاحظوا هنا أن أبو حامد الغزالي ماذا يفعل؟ بيشرح كلام شيخه، يشرح كلمة شيخه بعد ما أورد الكلمة، قال قلت أنا، وجاب ألفاظ استخدمها شيخه وقعد يوضحها لنا. يقول وأما الخوف فيحتمل أن يكون في إتمامه وأدائه على وجهه وحقه وقبول الله تعالى إياه. يبقى الخوف يكون من ماذا؟ من عدم القبول زي ما قلنا. وأما بصارة أو بصارة العاقبة فبأن يتبصر ويتيقن أنه رشد وخير، ويحتمل أن يكون لرؤية الثواب في العقبى ورجائه، فاعلم ذلك موفقا. يبقى ما معنى العلم بالعاقبة التي ذكرها الشيخ في كلمته؟ ما معنى العلم بالعاقبة؟ العلم بالعاقبة إما العلم بالمآلات الكلام أو الفعل إن أنا مقدم عليه رايح فين هيقول إلى إيه، أو أنا شايف الثواب، يعني أنا أفعل رجاء الثواب والثواب مش غايب عن عيني. طيب أنا ما نظرتش في المآلات وثواب الفعل أنا نسيه أو مش في بالي، يبقى من الشيطان، يبقى ما فيش بصر هنا في العاقبة. طيب قال وأما بصارة العاقبة فبأن يتبصر ويتيقن أنه رشد وخير، ويحتمل أن يكون لرؤية الثواب في العقبة ورجائه، فاعلم ذلك موفقا. فهذه جملة الفصول الثلاثة التي لزمتك معرفتها في فصل الخواطر، فرعها حقها وأمعن النظر فيها ما استطعت، فإنها من العلوم اللطيفة والأسرار الشريفة في هذا الباب، والله الموفق بفضله. يبقى فعلا والله كلام نفيس لا تجدونه في كثير، لا تجدونه في كثير من الكتب، والكلام ده انا اعتقد انه محتاج يقرا مره ثانيه وثالثه، ومحتاجين احنا نتذكره حتى نحفظه زي ما احنا حافظين اسماءنا كده. والحمد لله رب العالمين، نقف هنا ونكمل ان شاء الله تعالى في المره القادمه. في سؤال؟ أي شيخنا، أنا كنت سألت حضرتك إزاي التوبة، يعني
يعني شروطها صحيحة وازاي بالظبط. يعني هو بس انا بقول تبت الى الله وما اروحش الذنب ده تاني، ولا يعني بالظبط ايه هي التوبة الصحيحة؟ يعني اي ذنب؟ التوبة الصحيحة هو مفيش طقوس معينة للتوبة، التوبة إني أندم على اللي أنا عملته وما أعودش للذنب مرة أخرى وأستغفر الله تعالى، ويستحب إني أتوضأ وأصلي ركعتين بنية التوبة، هكذا تكون التوبة، استغفار، صلاة ركعتين بنية التوبة، ندم، العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، هكذا. تكلمنا عن التوبة قبل ذلك في حلقات السابقة لو حضرتك كنت معي. زي الفكرة ان مثلا الواحد تاب من الذنب وعمله تاني، يعني كده تاب التوبة الأولانية ما قبلتش او ما كانتش صح، لا، ولا عمرها صح؟ يعني الصحيح إن العودة إلى الذنب لا تبطل التوبة الأولى. يعني أنا دلوقتي عملت ذنب ثم تبت، أنا في هذه اللحظة ندمان على اللي أنا عملته، بعدين نفسي غلبتني وعدت مرة أخرى، هذا لا ينقض التوبة الأولى. فكلما أذنب الإنسان كلما تاب، كلما أذنب كلما تاب، ما يزهقش، لأن الشيطان يقول لك أنت كده عملت إيه؟ أنت كل شوية تعمل نفس الكلام وتتوب نفس التوب، إحنا هنضحك على ربنا بقى ولا إيه؟ ده كله من الشيطان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان فينا كلما أذنب لابد أن يتوب، لأن الواحد لو حط في دماغه إن أنا والله كل شوية أعمل نفس الذنب، فأنا مش هتوب بقى دلوقتي إلا لما أبقى ناوي إني ما أعملهوش تاني، هيتمادى في الذنوب أكتر، بدل ما هي صغائر هتبقى كبائر، وعمره ما هيتوب. يعني طول ما الواحد كده إن تابع نفسه مش هيقع في الكبائر. لكن أنا سايب نفسي ومستني لما بقى أتوب بقى التوبة التمام، اللي هو أنا قلت لحضراتكم قبل كده إنه من وسائل الشيطان أو من ألاعيب الشيطان بينا إنه يقول لي يا تعمل حاجة بيرفكت يا إما تسيبها. فأنا يا إما أحفظ القرآن كله في شهر أو في سنة، يا إما مش هبدأ حفظ القرآن خالص مثلا، يعني يا إما بقى أقيم ليل بقى زي بالظبط السلف ما كانوا بيقيموا الليل، يا إما مش هقيم ليل خالص. فأنا مستني بقى كده الوقت اللي يجي لي اللي أبدأ فيه بقى كات، الوقت ده عمره ما هيجي، لأنه التدريج هو طبيعة الحياة، التدريج هو طبيعة النفس الإنسانية. فالإنسان يبدأ بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. ناس كتير مثلا في مسألة حفظ القرآن يقول لك أنا لا أنا أقدر، أنا الحمد لله بحفظ بسرعة، أنا بس لو ركزت هحفظ. فانتوا بتاخدوا كل اسبوع مثلا ربع، انا اقدر احفظ اكتر من كده، قليل بالنسبه لي ربع، انا ممكن احفظ جزء في الاسبوع. طيب كويس قوي، ده شيء عظيم، يلا نفذ، احنا نحب لك هذا. وبعدين تفاجأ بعد سنتين لسه ما بدأش والناس خلصوا. فما لا يدرك كله لا يترك كله. ماذا يفعل المريد اذا استعصت عليه التوبه النصوح من ذنب معين؟ يستمر في التوبة. يعني إحنا ما لناش باب تاني غير إن إحنا نفضل نتوب، نفضل نذنب ونفضل نتوب، نفضل نذنب ونفضل نتوب، ما قدامناش طريق تاني ولا حل تاني، لحد ما في لحظة معينة ربنا سبحانه وتعالى ينظر لنا نظرة رحمة، أو واحد من الصالحين ينظر لنا نظرة، أو واحد من الصالحين يدعي لنا، فنكره الذنب ويرتفع حب الذنب من قلوبنا، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. هل الملائكة الكتبة لا تعلم باطن الإنسان؟ وإن كان كذلك فكيف إذا هم الإنسان كتبت له؟ الشيخ بيقول إن ده الصحيح أو ده اللي عليه أكثر أهل العلم. إذا كان على هذا القول أنهم لا يعلمون باطن الإنسان، فمعنى ذلك أنهم في دلالات وفي أمارات معينة بتدلهم على هم الإنسان، هم بيقرؤوها في جسد الإنسان وبيدونوها. لكن في قول تاني مقابل أنهم يعلمون باطن الإنسان. الحجاب برضو البنات بتقول تقلعه لأنه مش حاسس أنه يليق بالإسلام. آه نفس الكلام، حضرتها الحجاب بتاعها مش قد كده، فتقول لا أنا بقى إيه ده، الحجاب لا يليق بالإسلام، فهي عايزة يا تنتقب يا إما ما تلبسش حجاب خالص. مش صح، إحنا نلبس الحجاب الشرعي
بقدر ما نستطيع قصرنا لا نخلع فيها، لا نخلع. إزاي نخلي أولادنا يبعدوا عن الغفلة أوقات كتيرة تضيع بين ذكر عمل صالح؟ إزاي؟ وسائل كتيرة جدا، وسائل كتيرة جدا، منها إن إحنا نملهم وقتهم بحفظ القرآن، بصحبة صالحة، نبعدهم عن وسائل التواصل الاجتماعي قدر الإمكان. يعني الكلام ده عايز محاضرة واثنين وثلاثة، مش هيجي في إجابة السؤال، لكن باختصار الصحبة. الصحبة إذا نجحنا في اختيار صحبة صالحة لأولادنا، تأثيرهم على أولادنا هيكون أكتر من تأثيرنا عليهم. لما كبروا وهم صغار كنا بنقدر عليهم، ولما كبروا خلاص هم مسؤولين عن نفسهم. أولاد حضرتك أو أولاد حضرتك إذا بلغوا بقوا خلاص 12 سنة و15 سنة، فأنت مالكش عليهم غير النصيحة. هو دلوقتي إنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ليس لك عليه إلا النصيحة، وبعدين هو يختار مصيره بنفسه. ما الفرق بين أن حد يعمل العمل وهو شايف الثواب، وبين ما يعمله وهو ضامن الثواب؟ شايف الثواب يعني يرجو الثواب من غير قطع، من غير جزم، إنه هيثاب على العمل، لأن الأمر بيد الله وحده، قد يقبل منه وقد لا يقبل، قد يعلم الله في قلبه الإخلاص وقد لا يعلم، وقد لا يكون في قلبه الإخلاص. ضمان الثواب معناه اليقين في أن الله سيثيبني إذا توفرت في شروط الإثاب التي منها الإخلاص. أنا مش عارف إذا كنت مخلص ولا لا، وربنا مطلع علي أكثر مني، فلذلك بيبقى فيه المسألة بين الخوف والرجاء. بعمل العمل وأنا أرجو، لكني مش جازم، يعني ربنا هيسيبني إن شاء الله على رجاء، من غير ما أحلف إن أنا إن شاء الله مثاب أو إن الله سيسيبني يقينا. لا، لأن الإثابة لها شروط أنا لا أعلم هل توفرت فيها ولا لا كلها، من التي منها الإخلاص. إذا كان الذنب الذي يجرون إليه الشيطان يمكننا تجنبه بالذكر والتحصين، فما وسيلته مع الذنب إلى الهوى؟ إصلاح النفس، لأن النفس أصعب من الشيطان، فإصلاحها بياخد وقت. يعني زي ما الشيطان طريقته في الإضلال الوسوسة السريعة، ودفعه يكون بالذكر السريع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالنفس إذا كانت يعني مصرة وجاثمة عليك ومتحكمة فيك، فمحتاج خطة طويلة المدى. خطة طويلة المدى تبدأ بإصلاح النفس وتزكيتها، والبحث عن عيوب النفس، والانشغال بالنفس، والمداومة على ذكر الله وصحبة الصالحين، ودعاء الله سبحانه وتعالى إنه يزكيك ويعلمك ويربيك، أو يدلك على من يزكيك ويعلمك ويربيك، وتفضل كده تطرق باب الله سبحانه وتعالى وتقول له يا رب نفسي بعدني عنك أويني، وتفضل على كده بقى سنين طويلة لحد ما ربنا يفتح عليك. مولانا من فضلك لو الخاطر السيء بيجي فجأة وبتكرار بعد ذلك، هل من النفس أم من الشيطان؟ إذا كان بيتكرر على ذنب معين يبقى من النفس، إذا كان بيجي مش على ذنب معين يبقى من الشيطان أو من الله ابتلاء. من هو الضيف الذي يتوجب علينا القيام بحسن ضيافته؟ الضيف هو كل من كل من يطرق بابي، كل من يزورني. طبعا الدليفري مثلا مش ضيف، لانه هو دي وظيفته، بساعد بعيد مش ضيف. فالضيف معروف، حد جاي يزورني، حد جاي يقيم عندي مثلا يوم او حاجه، لحد جاي لزياره هو واولاده، او هو لوحده بالنسبه للرجال يعني، او واحده جايه تزورني، فلازم اضيف. ده معنى الضيف. ليه البنات بيكون عندها إقبال أكتر في العبادة والتقرب أكتر من البنين؟ الله أعلم. حضرتك عملتي إحصائية؟ من قال ذلك؟ ما نقدرش نقول حاجة زي كده إلا إذا كان تحت إيدينا إحصائية، لكن على العموم النفس السيئة اللي بيتحكم فيها الشيطان والهوى موجودة عند الرجال زي ما موجودة عند النساء.
الصالحين موجودين في الرجال وموجودين في النساء، لكن المرأة الصالحة التي تخلص فعلا وتكون امرأة حقيقية مش مزيفة ولا بتمثل، إذا وجدنا امرأة بهذه الصفة تسبق آلاف الرجال بطرف رجلها الصغير، تسبق آلاف الرجال. ليه؟ لأنه المرأة بطبيعتها بغلبة الوجدان عليها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط تتخلص من وساوس الشيطان وتتخلص من عيوب نفسها. طبعا ده برضو مش سهل يعني. شيخنا من فضلك، بالنسبة لخاطر الخير اللي حضرتك نبهتي ليه ان يجي من الشيطان والفرق بينه وبين اللي يجي من الله عز وجل، حضرتك ذكرت فكرة النشاط. هو انا بس عايزة استوضح ان هو بيتعمل بسرعة بدون تفكير وبدون قصد، يعني من احتساب نوايا مسبقة، ولا بيبقى وضعه ايه؟ أعتقد إحنا قلنا إن النشاط يعني من غير بصر في العواقب، من غير خشية من الله، من غير تذكر للنية، بس فكرة جات لي بنفذ وأنا تايه وأنا غافل وأنا مش عارف هتؤدي إلى إيه. استاذن حضرتك، يعني الفكرة يعني ممكن في خلال مثلا دقائق معدودة تتعمل اول ما تيجي الفكرة، ولا يعني انا عن نفسي، يعني انا بتكلم على حاجة معينة، اني لما بقوم بحاجة بيكون فيها نشاط. كويس، أنا عايز بقى وأنا بقوم بالحاجة يبقى قلبي حاضر. السؤال هنا، هل وأنا بعمل الحاجة دي قلبي حاضر ومتذكر الثواب ومراقب ايوه لله في كل حركة وعارف الكلام ده هيودي فين، ولا ده مش حاصل؟ إذا كان ده كله حاصل يبقى من الله، إذا كان بعمل الحاجة وأنا غافل وأنا مش واخد بالي وأنا مش عارف اللي بعمله ده هيودي فين يبقى من الشيطان. فالقصد هنا إيه؟ إن الواحد إذا جات له فكرة خير، أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن إحنا ممكن نشغل الشيطان عندنا زي ما هو بيوسوس لنا إحنا نوسوس له إحنا كمان. تمام؟ الشيطان لما يوسوس لك أو لما يدلك على خير بنية إنه يجرك بعده إلى شر. طيب؟ ما تنفذش بسرعة. جدد النية الأول. تذكر الله أثناء الفعل، احتسب الثواب والأجر وانت شغال، يبقى انت كده ايه؟ خليت الشيطان يشتغل لك مش يشتغل عليك. فهو الفكرة كلها هنا في حالتي وانا شغال، قلبي مع الله ولا غافل؟ عشان كده كمال المرأة أصعب من كمال الرجل يا مولانا، إنها عاصيتها أكبر وبها وبما بالنفس عندها أصعب في التحرز. طبعا الستات يعني الست إذا كانت شريرة أجارك الله، لا يطئها راجل ولا يطئها ست صالحة. عشان كده ربنا قال إن كيدهن عظيم، يخربوا دول، مش يخربوا بأسر بس، يخربوا دول، ربنا يكفينا شرهم، شر أهل الشر منهم. طبعا الست عيوبها أكبر، لكن إذا تعاملت مع هذه العيوب تسبق آلاف الرجال، تسبق آلاف الرجال. والشيطان طبعا لأن الست خفيفة، فالشيطان هتلاقي الشيطان مع الستات أكثر من الرجال. طبعا برضو ما كان مش جزم يعني، هو الشيطان متسلط على الرجال وعلى النساء، لكن الواضح إنه كتير من الأفعال بتحصل من النساء من غير تفكير، فهي أفعال شيطانية في الغالب. تعمل حاجة وبعدين تندم، تزعل جوزها منها وبعدين تندم، تزعل أبوها منها وبعدين تندم. هما لو شلة أصحاب كل شوية يتصالحوا ويتخاصموا، يتصالحوا ويتخاصموا، يتصالحوا، ده إيه إن شاء الله؟ فمفيش استقرار كده، تحس إن مفيش خط ثابت، على طول ups and downs الشغل ده. فده يدل على إنه الشيطان بيلعب بيهم كورة. لذلك هتلاقي البنات وحضراتكم عارفين كده كويس، يعني الكلام ده مش سر ولا حاجة، ولا هو ذكورية مني بالمناسبة، يعني كتير من الناس بيظن ان انا بتكلم في الحاجات دي ذكوريه او انا بهاجم الستات. انا وانا قاعد في القعده ديت انا لا بتكلم باسم الستات ولا باسم الرجاله. اذا حضرتك او حضرتك ظنيت فيها كده ما تتوقعش مني علم، ما تاخدش مني حاجه. لا يجوز ليك شرعا انك تاخد مني علم اذا كنت تظن فيها كده.
إذا كان الواحد هيحكم هواه في دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى ما ينفعش. إحنا بس كلمة الحق بتتعب الناس شوية. إحنا بنقول إحنا شايفين بما يرضي الله سبحانه وتعالى. حضراتكم شايفين الستات كل شوية يتصالحوا ويتخاصموا، يتصالحوا ويتخاصموا، مش ثابتين على حاجة، وحكاياتهم كتير وحواراتهم كتير وكتر كلامهم كتير وظنونهم كتير ودماغهم شغالة 24 ساعة في الفاضي والمليان. فالشيطان بسهولة يلعب بيهم كورة، بسهولة يلعب بيهم كورة. فلذلك الست تتغلب على هذا تسبق آلاف الرجال. كيف تتغلب على هذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، بعدم الإكثار من الكلام، بعدم الاستجابة للخواطر الشيطانية، بأن هي تخضع لزوجها إذا كان رجل صالح، لأن هي زوجها ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، أو شيخها أو حد بتثق فيه. ليه؟ زوجي أبويا شيخي كذا كذا، ده نور ربنا حطه لي في الطريق علشان أستعين به على إرضاء الله سبحانه وتعالى. فلما يبقى ده موجود واستغني عنه واتصرف من دماغي، يبقى أنا كده فقدت ميزة عندي ربنا مديها لي، أبويا أخويا زوجي استعين بهم، خاصة في القرارات الحياتية. يعني القرارات الحياتية في أحيان كتيرة بتبقى محتاجة الست تتناقش مع حد، تاخد رأي حد. يا شيخنا إيه هو الدين الست عيوبها أكتر من الرجل في القرآن؟ لا، ما فيش في القرآن، ده واقع مشاهد، إنه الستات حواراتهم كتير بس ليس أكثر. يعني لا أصدق من الواقع إذا وقع. دفع الخاطر الشيطاني بيكون بالاستعاذة وخاطر النفس بعموم الذكر. نعم، بعموم الأذكار، الأذكار أولا الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان هناك ذكر مأذون من الشيخ فيبقى كويس. طبعا كلامي اللي أنا بقوله مش معناه أن الرجالة معصومين يعني، أو الرجالة حلوين على طول الخط، لا ما بقولش برضو كده، لكن يعني وأنا بقول أن الست لازم تبقى زي الراجل أو تفكر كالراجل، برضو ما بقولش كده. أنا بقول أن إحنا نهدى شوية، ما نتسرعش، محتاجين أن إحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن إحنا ما نخليش عواطفنا وغرائزنا أو يعني عواطفنا وإحساساتنا تتحكم فينا في اتجاه كتير من الأمور، محتاجين نستشير. بس ده اللي أنا بقوله، عشان يعني أنا مش بطالب الست إن تبقى عقل زي الراجل، لا، هي ميزتها زي ما هي كده، إن هي العاطفة غالبة عليها، ميزتها هي ميزتها كده. وإلا الراجل لما يجي يتزوج هيبقى عايش مع واحد صاحبه في البيت، لا هو ده برضه مش مطلوب. هو الميزة في العلاقة بين الراجل والست إن هما بيكملوا بعض، فهي العاطفة بتضعف المرأة وهي أضعف من الرجل لا شك. وربنا لما خلق هذه العاطفة فيها خلقها لوظيفة، عشان تحاوط على زوجها، تحاوط على أولادها، تتحمل تعب زوجها وتعب أولادها وتعب الحياة، و تؤدي هذه المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لي. الراجل ربنا خلقه جامد شوية، ناشف شوية، قاسي شوية، لأنه بيتعامل في الغالب مع الحياة، ده المفروض يعني. بيتعامل مع الحياة، مع الناس، بيجاهد، بكده، مفروض. فكل واحد ربنا حط فيه الخصائص اللي تؤهله لأداء الوظيفة بتاعته. فالست هي ملكة البيت، والبيت لازم يكون فيه رحمة وحب وحنان وعاطفة. الراجل تعامله بره البيت، وبره البيت لازم يكون في حس وحزم وقرارات وكده. فما بقولش ان الست عشان تبقى كويسه تبقى زي الراجل، لا، لكن انا بقول ان هي تاخد الميزه اللي ربنا اداها، تستشير. مش عيب ان احنا نستشير ونبطل، يعني ايه، كلما قللنا من الكلام كلما كان افضل. المشكله ان احنا بنقلل من الكلام والافكار بتشتغل، فماذا نفعل؟ نذكر الله، عشان نبطل سيل الأفكار اللي ما بيقفش ده، نبطل نقلل من الكلام ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. مع الوقت هبص تلاقيها نورت ما شاء الله. وأنا والله على عيني رأيت ناس طلاب وطالبات
أول بدأوا معانا أنا كنت شايفهم في ظلمة في وجوههم، بعد شوية نور، والله نور، بعد حفظ القرآن، بعد حضور الدروس، بعد المواظبة، شوف النور في عينيهم في وشهم. فبيحصل يعني الخطر الشيطاني، نعم بيكون بالاستعاذة. النفس بيكون بخطة طويلة المدى، النفس مش هتصلح إلا بإصلاحها، يعني لازم كده نروضها، يعني النفس خواطرها لا تندفع إلا إذا روضناها. زي بالظبط ما يكون عندي حيوان أنا مجبر إن أعيش معاه في بيت واحد، هعمل إيه؟ لازم أروضه، لازم أخليه تحت طوعي بقدر الإمكان عشان أتجنب أكبر قدر من الشر ممكن يجيلي منه. فالتعامل مع النفس يكون كده. فلذلك النفس محتاجة خطة طويلة المدى، التزكية تكون للنفس. لذلك احنا الشيطان ما بنتكلمش عنه كتير لان امره هين وبسيط. المشكله كلها في النفس مش في الشيطان. بعد اذنك يا شيخ، حضرتك قلت واحنا بنتعلم ان الواحد يخالف هوى نفسه، لان عاده يعني غالبا النفس بتامر بالسوء. هل ده بس في عيوب النفس ولا في الامور الحياتيه اللي بيبقى فيها اختيار؟ يعني لما يكون الواحد استشار واستخار على أمر سفر، عمل، زواج، أي أمر من الأمور الحياتية، وبيلاقي إن مثلا إن الناس بتشور عليه بشيء وهو مش قادر يعمله، نفسه بتقول له لا ما تعملش كذا، يعني لمجرد إنه استخار واستشار والناس وجهوه لشيء يمين وهو مش عايز، نفسه عايز الشيء الشمال. يبقى في الأمور الحياتية مش عيوب النفس، يعني زي ما بقول لحضرتك كده، أسافر ولا ما أسافرش، أقبل الشغل ده ولا ما أقبلش الشغل ده، بيبقى مهما كانت الناس بتشور عليه بيبقى جواه في نفسه حاجة ممكن تكون خايفة من الموضوع دوت، أو بتفضل عكس ما الناس بتشور عليه بيه. ما هو الخوف ده محترم جدا. الإنسان فينا يا إخواننا بيبقى عنده تخوفات طبيعية جدا من أي قرار هو بيقدم عليه. فهل أجعل شعوري وإحساسي حكم على تصرفاتي، وفي نفس الوقت هل أكذب شعوري وإحساسي؟ خاصة إذا كنت الستات عندهم الحتة دي كويسة، إن هم أحاسيسهم كتير قوي، بتبقى كتير في أحيان كتير، بتبقى مش دايما يعني، بتبقى فيها جزء من الصواب، أصدق يعني، وأصدق من الرجالة، أحسسهم تبقى أصدق من الرجالة في الموضوع ده. فإزاي أجمع بين الحاجتين؟ هل أكذب إحساسي ولا أصدقه؟ أنا رأيي هو إنه أنا إذا في قرار أنا مقدم عليه وأنا نفسي مش مستريحة ليه، بعد الاستخارة والاستشارة والناس قالوا لي لأ ده موضوع كويس وكده، فلازم يكون عندي عشان أرفض أسباب موضوعية بجوار إحساسي. يعني لو قلت لي إحساسي بس أقول لك لا، لا تعول على إحساسك بس. لكن تقول لي إحساسي لكن جنبه أنا والله مش عايز أسافر عشان أنا والله مش عايز أبعد عن أمي، منهج غيري، مش عايز أسافر لأن الحمد لله مستور هنا ومش محتاج للسفر، مش عايز أسافر عشان السفر بالنسبة لي بهدلة ووضعي هيتغير فكده. فانت عندك اسباب ايه؟ مش مجرد احساس، في اسباب موضوعيه عاقله بجوار الاحساس، ساعتها اقول لك اه يبقى عندك حق. لكن لو احساسي بس لا، انا مش مع ان احنا نعول على الاحساس فقط، يعني اذا ما كانش فيه بجواره اسباب موضوعيه. لانه في احيان كتيره احساسي بيبقى ضدي، ممكن يبقى من الشيطان أو من النفس عشان يصرفني عن خير. فهل كده جاوبت حضرتك؟ أنا أقصد إن هنا حديث النفس ده مش هوى نفس؟ حديث النفس ليس هوى نفس. ما احنا قلنا بقى حديث النفس ده بنعرضه، هل هو موافق للشرع أو غير موافق أو مخالف. إذا كان في المباحات زي ما حضرتك قلت كده، أشتري مثلا العربية دي ولا ما أشتريهاش؟ انتقل من البيت ده ولا منتقل، دي كلها حاجات من المباحات، كويس. فانا بعمل ايه؟ بصلي استخاره، ومع الاستخاره استشير
عملت الحاجتين دولت، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الميسر بيكون هو نتيجة الاستخارة، التيسير علامة الإذن. بعد الاستخارة والناس اشرتهم كلهم أيدوا اتجاه معين وأنا مش مستريح الاتجاه ده، يعني كل الناس مثلا بتقول لي انتقل من البيت ده روح حتة تانية وأنا مش عايز أسيب البيت ده، ونتيجة الاستخارة إنه البيت التاني اللي أنا هروح له مثلا والله عمالة تتيسر الأمور وعمالين يقول لي تعالى وهنقسط لك وحاجات كده، لكن أنا ما زلت غير مستريح. وكل الناس الاستشارة والاستخارة نتيجتهم إيه؟ نتيجتهم عكس رغبتي، صح كده؟ مش ده اللي حضرتك عايزة تقوليه؟ في اللحظة دي بقى هقول هل عندي أسباب موضوعية غير إحساسي؟ إذا ما كانش عندي أسباب موضوعية غير إحساسي فأنا مش مع إن إحنا نستجيب لأحاسيسنا في الوضع ده. عندي أسباب موضوعية، عندي أسباب موضوعية بسبب واحد اتنين تلاتة، حتى وإن كان يبدو في الخير في الظاهر إن الخير في الخطوة دي، لكن أنا عندي واحد اتنين تلاتة، خلاص أقول لك يعمل يريحك. إحنا بنتكلم في إطار المباح، والمباحات الإنسان الحمد لله الشريعة خيرتنا، افعل أو لا تفعل كما تشاء. وانا بس سؤال بعد اذن حضرتك، بالنسبه للخواطر، يعني انا عندي مشكله صراحه موضوع خواطر، انا مش عارفه هل كل الناس كده ولا في ناس بتبقى يعني موضوع ازيد منهم من الناس. خواطر كتيره شويه اكتر، وده والله ما اقصدش باي اهانه ولا اي استهزاء ولا اي حاجه، ده مجرد وصف الواقع، وقد اكون مخطئا، يعني اذا كنت مخطئ الاخوات الكريمات اللي معايا يردوا عليا. اللي انا بحسه وده مش مبني على استقراء ولا مبني على أي حاجة علمية، إن الأفكار كتير قوي أكتر من الأفكار عند الستات، والخواطر زي ما حضرتك بتقولي كتير قوي أكتر عند البنات أكتر من الأولاد، أو عند النساء أكتر من الرجال. الرجال ما تفهميش بالظبط هل هو تكبير دماغ ولا دماغهم مترتبة أكتر، معرفش، لكن الملاحظ إن الأفكار عند الستات كتير، وكل فكرة بتجيلهم تقريبا وعايزين يسألوا عليها، وأفكارهم بيبقوا عادة بيبقوا عايزين إيه لما تجيلها فكرة تشرك أصحابها وأخواتها وجيرانها في إن هم يفكروا معاها في الفكرة. طبعا يعني الصورة كاريكاتورية شوية، طبعا مش شرط أصحابها وجيرانها كده، لكن عايزة تتكلم مع حد في مجرد إن جات لها فكرة، فتفاجئ بعد شوية إن حصل حوار من مفيش. يعني بداية الموضوع كانت فكرة عارضة، فتحنا حوار عرضناها على الناس كأنها قرار، فبص تلاقي الموضوع قلب دخل في قصة تانية خالص. لو نحسن إن إحنا ما نتكلمش كتير إلا فيما ينبني عليه عمل، هنوفر على نفسنا وقت كبير من وجهة نظري برضو. أنا برضو يعني إيه، ليس على الرجال ضغوط مجتمعية وشرعية مثل النساء، لا، هو الضغوط يا فندم والله على الرجال وعلى النساء، لكن الستات أضعف فبيشتكوا. الراجل عنده ضغوط كتيرة جدا لكنه طبيعته ما بيتكلمش. يعني الراجل يمكن حضراتكم لو قرأتم في الفرق بين الرجال والنساء، أو الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، الكتاب اللطيف دوت، أو غيرها من الكتب، وحضراتكم يمكن لاحظتوا كده برضه إن الراجل اللي بيبقى عنده مشكلة بيحب ينزوي يبتعد، يحل المشكلة وينظم دنيته تاني، وبعدين يرجع بقى إيه، يرجع لزوجته ويرجع لأمه ويرجع لحياته الطبيعية. الست لا، لما تبقى في مشكلة تبقى عايزة كل الناس حواليها. فلذلك الستات لما يبقى عندها مشكلة كل الناس تبقى عارفة، الراجل عنده مشكلة محدش بيعرف خالص تقريبا إلا أصدقائه المقربين قوي أو زوجته. فالضغوط موجودة على الاتنين، الضغوط موجودة على الرجال والستات، لكن مش نفس النوع، أو مش نفس كل واحد عليه ضغط بطريقة معينة يعني. وإن كان طبعا يعني أنا مع حضرتك إن الحياة المعاصرة فيها ظلم كبير جدا للنساء، فيها ظلم كبير جدا وبين على النساء. المرأة الحقيقة يعني، وإن كانت النظرة دي كتير من النساء دي نظرة متخلفة، لكن أنا الحمد لله مش كلام الناس، فالمرأة الأصل إن هي يحافظ عليها، الأصل إن هي تحت ولاية رجل، والراجل ده ولايته عليها مش تحكم ولا سيطرة ولا
أكبر إن هي قاصرة ولا كذا، لا هي محتاجة كده تركيبتها كده. فدلوقتي اللي حصل في الحياة بتاعتنا إن إحنا صدرنا المرأة لتكون كالرجل في الحياة العادية، وهي أضعف في الحقيقة من الرجل، فلذلك حصل عليها ضغوط أكثر من الرجل، فبقت مطالبة بالقيام بدور الرجل لما بتخرج بره البيت، ومطالبة بالقيام بدور المرأة في البيت. يعني أنا لما بشوف المرأة اللي بيسموها المرأة العاملة، اللي هي بتخرج تشتغل وترجع البيت عندها أولاد ولازم تذاكر لهم ولازم تعمل الأكل ولازم تهتم بزوجها، أنا كريم ما أقدرش أعمل كده بكل صراحة، أنا ما أقدرش أقوم بالأدوار دي كلها. إحنا بنشوف في حياتنا كتير من الستات بتعمل الحاجات دي، سبحان من أعطاهم القوة يعني. فالمرأة طبعا عليها ضغوط اجتماعية، لأن إحنا الحقيقة برضو أقول لا إحنا بقينا زي الغربيين ولا إحنا بقينا زي المسلمين، فأوضاع كتيرة جدا. ربنا يا رب يصلح الحال ونسدد ونقارب، هنعمل إيه؟ ده الوضع اللي إحنا اتولدنا فيه، وده الواقع بتاعنا، وده العصر اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بإن إحنا نتولد فيه، فنسدد ونقارب ماذا سنفعل يعني. إذا المرأة خرجت من بيتها لضرورة عشان تشتغل لضرورة، هي أصلا هي لا تخرج إلا لضرورة، تتقي الله بقدر ما تستطيع وتسدد وتقارب. الرجل إذا ربنا حمله مسؤولية بيت أو أولاد برضو يسدد ويقارب، زوجته شغالة يحاول يساعدها شوية في شغل البيت، يحاول يخفف عليها، يحاول ونسدد ونقارب. يعني هنتعامل مع الوضع القائم بأفضل ما نستطيع. طب يا فندم أنا مش بتكلم فيها، بس أنا مشكلتي إن أنا بفضل شغالة مع نفسي فيها، وممكن يعني خواطر يا إما أحداث فاتت حتى إنها ليها أثار حالية، يا إما خواطر ممكن ما تبقاش ذنب بتبقى حاجات ملهية، يعني بيبقى في إرهاق إن أجهز نفسي فيها. فساعات بقول طب هل الصح إن أنا أستجيب لها شوية، يمكن تهدى مثلا لما استجيب لها، فمش عارفه بصراحه اتعامل معاها يبقى ازاي. ما هي لو خواطر خير يبقى حضرتك استجيب لها. لا هي ملهيه يعني، او خواطر مثلا مباحات يعني، ممكن تكون مباحات بس مش بينبني عليها عمل، يعني بحس ان هي بتبقى ملهيه بس. احنا محتاجين احيانا يا استاذه نشوى ان احنا نخفف عن نفسنا شويه. يعني انا جالي خاطر اخرج مثلا اتمشى، ومش هحضر الدرس مثلا النهاردة وأنا مضغوط مثلا وكذا ومحتاج لده، أدي لنفسي مساحة دي، إيه المشكلة؟ يعني أدي لنفسي مساحة دي، إيه المشكلة؟ هو بالمناسبة الإنسان ما يقدرش يبقى ناجح في عمله إلا إذا كان قادر يرفع عن نفسه كويس. فأنا ما اعتبرش الترفيه أو المباحات حاجة سيئة، لا السيء هو المعصية، لكن المباحات هخرج والله أزور حد من صديقاتي، هنخرج نتمشى شوية، هنقعد في مكان عام بكل احترام، هنخرج نعمل عمل خير مع بعض، نغير وشوش، المانع المانع طالما في إطار ما حده الله ورسوله. فإحنا مش عايزين نلوم نفسنا على المباحات، مش صح الإكثار من المباحات بحيث تبقى غرض في حد ذاته هو ده الغرض. يعني يبقى إيه كل أسبوع بقى لازم أخرج أروح حتة فلانية وقتي كله مباحات، لا ده مش صح بقى. المباحات أو الترفيه أو الفسح أو غيرها دي ذات عشان يخليني أستمر في دروسي، أستمر في حفظ القرآن، أستمر في طاعتي لله إلى آخره. هي ساعات منها تبقى يعني مش مباحات بالمرة، ده يعني مباحات بس مش في مقدوري مثلا، دي حاجة ده جزء يعني. جزء تاني ممكن تبقى في أحداث سابقة وحاسة إن هي ليها تأثير حالي فبستطيق فيها، فالاثنين بيبقوا بالنسبة لي مرهقين. يعني لو مباح حتى مش في مقدوري، أو لو أحداث سابقة خلاص يعني أثرها حصل بالفعل. يعني الأحداث السابقة دي من الشيطان، يعني الشيطان هو مهمته إنه يصرفني عن اللحظة، إما إنه يخليني أقعد أجيب شريط الذكريات وأقعد أبكي والبكاء فيه سلوى، وهذا يكثر أيضا في الأخوات الكريمات، أو يخوفني من اللي لسه جاي. فهو ده شغل الشيطان، يقعد يخليني أفتكر اللي فات عشان أقعد أبكي،
والبكاء جميل ولطيف وبنحبه كلنا، أو يخوفني من اللي جاي. فأنا إذا ده حصل فأعرف إن ده من الشيطان وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مفكرش في حاجة فاتت لأنها خلاص في يد الله في علم الله لا سلطان لي عليها، وتفكيري فيها مش هيغيرها، خلاص هذا قدري والحمد لله على ما قدر الله. اللي جاي أنا لسه ما عشتوش. فلذلك المسلم لازم يكون ابن اللحظة، نعم نفكر المستقبل، نعم نعم نعم، لكن القلب يكون مطمئن. الورد نعمله لما نرجع من الشغل يا عمر، هو الورد الصباحي بيبقى من الصبح لحد العصر، الورد المسائي من العصر لحد الفجر أو من المغرب لحد الفجر، فأنت معك وقت. تعذر عليك إنك تقوله في وقت معين فأقوله في وقت ثاني، ماذا ستفعل؟ ده بالنسبة للأوراد الثابتة. لكن أنت وأنت شغال مفيش حد هيمنعك إنك لسانك يشتغل تهليل أو حوقلة أو تسبيح، ده محدش هيمنعك منه يعني. الصباح من الفجر للظهر لا للعصر، ده اللي نعرفه يعني، ده اللي نعرفه، إلا إذا كان شيخك قال لك حاجة تانية، شيخك اللي يديك الأوراد يعني، إذا كان لحضرتك شيخ قال لك حاجة تانية فهو كلامه أولى طبعا من كلامي. طيب نلتقي بكم المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.